تحلق بنا كاميرا يافا 48 فوق أحد أرقى شوارع مدينة يافا الرئيسية، وهذه المرة بجولة تاريخية في سماء شارع جمال باشا التاريخي في حي النزهة الواقع شرقي حي العجمي على بعد 300 متر من شاطئ بحر يافا. يعتبر شارع جمال باشا من أروع شوارع المدينة حداثة على الإطلاق، وأكثرها اتساعا وأيسرها مسلكا بطول يصل إلى 4 كيلومتر شرقي أحياء يافا البلدة القديمة وحي العجمي والجبلية. يسير في اتجاهين تفصلهما أشجار ضخمة على طول الشارع الممتد من شارع طريق يافا شمالا، حيث يشق طريقه في حي النزهة وصولا إلى بيارات يافا جنوبا والواصلة بالمستوطنة اليهودية بيت فيجان بلغة أهل يافا. شقت بلدية يافا شارع جمال باشا مع تطور وإنشاء حي النزهة عام 1915 بأمر من حاكم يافا العثماني حسن بيك الجابي الدمشقي، وذلك تمهيدا لتطوير وبناء سكنة النزهة التي أضحت حيا يضاف إلى أحياء يافا الحديثة مؤخرا بتصميم عصري وبمواصفات الشوارع الأوروبية يحاكي شارع جمال باشا في العاصمة السورية دمشق. وجمال باشا هو ضابط عسكري عثماني تولى السلطة في الدولة العثمانية مطيحا بالسلطان عبد الحميد الثاني، ومع الانتداب البريطاني لمدينة يافا سمي الشارع بالملك جورج، إلا أن السكان أصروا على التسمية الأصلية شارع جمال باشا. وحي النزهة هو آخر أحياء يافا نشأة، فقد مضى عليه 100 عام، وقد بني على منطقة سهلية تصل مساحتها 3 كيلومتر مربع، يتوسطه شارع جمال باشا وتحيطه بيارات وسكنات على طوله مثل سكنة أبو كبير وحارة البخارة وسكنة شعبان وصولا إلى سكنة درويش أبو طه وغيرها من التجمعات السكنية. ما يميز الحي أنه غني بالمياه الجوفية في احتياجات يافا من الري والشرب وتوفر عشرات الآبار الارتوازية وتطور البناء التحتية وأبنيته التي جمعت بين العمارة الأوروبية والتصميم الإنجليزي. يمثل حي النزهة انطلاقة النهضة الحقيقية لحي سكني رسمت له بلدية يافا أن يكون أنموذجا للحداثة نحو حياة اجتماعية وثقافية وصحية راقية، إذا ما قرن بطبيعة الحال بأحياء يافا والقدس وحيفا. يضم شارع جمال باشا وإن شئت شارع النزهة 4 دور للسينما، هي سينما نبيل ورشيد وفاروق وسينما الحمراء. وخير مستشفيات فلسطين حداثة هو مستشفى الدكتور فؤاد الدجاني، علاوة على إنشاء مدرستين هما المدرسة العامرية والزهراء للبنات. وفي جنبات شارع جمال باشا كلية للزراعة ودار للمعلمين ودائرة الصحة وبلدية يافا و4 فنادق وكازية وملعب البصة والنادي الإسلامي الرياضي وبريد يافا ومسجد الحي الذي بني عام 1935. وما لا يدع مجالا للشك فإننا مع هذه المعطيات التي سردت في تقريرنا هذا حول نشأة حي النزهة وشارع جمال باشا بمكوناته الاقتصادية والثقافية والرفاهية الهائلة تمثل نقلة نوعية في الصحوة الثقافية والفكرية في محافظة يافا الكبرى أنارت بتركتها المشرق العربي حتى يومنا هذا.